مساء الورد حبيباتي، اليوم حابة أقدم لكم الرز والدجاج والزعفران، كلش طيب وبطريقة شوية غير يعني طريقتي، ولو النهاية كانت شوية ما حلوة بس أوكي. هنا أنا عندي دجاج مسلوق، قطع دجاج سلقتها، والصلصة اللي راح أدهن بيها الدجاج حتى أحطه بالفرن. هنا حطيت ملعقتين معجون، وهنا شوية زيت زيتون شوية ملح، و يعني خلطتها وحط ادهن فيها الدجاج حتى احطه بالفرن حوالي 10 دقائق بس، من فوق اريد شوية ياخذ اللون حتى احطه طبقات ما بين الرز، بين الرز يعني رز والزعفران. هدهنته بهذا الشكل وحطيته بالفرن حوالي 10 دقائق، لا تنسون مو اكثر، وعلى درجة 180 شواية من فوق، بس اريده يتحمر لان هو اصلا مسلوق. وبهذا الشكل قدمته، دخلته بالفرن. وهنا طبعا كلكم تعرفون شلون الرز غسلناه وسلقناه حوالي 7 دقائق وصفيناه. هنا بقاعد جدر حطيت شوية زيت، وهنا أنا حطيت شوية منقوع الزعفران حتى لون اللون الشعب يطلع لونه كلش حلو. طبعا أنا متعودة أسويه بهذا الشكل. هنا أنا ممكن تحطون رز وممكن تحطون، أنا حبيت أحط هالمرة خبز. خبز يعطي الحكاكة كلش طيبة فيه، تصير شكلها حلو. طبعا رز، وحطيت فوقها طبقة رز يعني الخبز فوقها طبقة الرز بهذا الشكل حتى أصف الدجاج. هاي الطبقة الأولى، صفيت الدجاج اللي طلعته من الفرن وحطيت عليه البصل المحمص، وطبعا حطيت عليه شوية كزبرة، هاي إضافة من عندي. وطبعا حطيت فلفل ألوان وحطيت طماطم وفلفل الوان، طبعا هاي اضافات انتو تحبوها. وهنا الصوص اللي بقى من طلع من الدجاج كلش طيب طبعا، وحطيته وياه، وحطيت منقوع الزعفران والمي الورد حطيته بيه. وطبعا صفيت الطبقة الثانية بهذا الشكل، وحطيت عليه ايضا من منقوع الزعفران بهذا الشكل، وخليته على النار حوالي، نحط على النار حوالي ربع ساعة. طبعا احترقت الطبخة اللي من فوق، اللي من تحت الشعب احترق لان نسيته، بس يعني النتيجة ترى كلش طيبة، وجربوها. لكن من داخل الرز ما كان كلش طيب ولذيذ، وان شاء الله يعجبكم. ولا تنسون الطبخة مثلي، وعليكم بالعافية حبيباتي.